بسم الله الرحمن الرحيم. حل مسائل على الإجهاد والانفعال ومعامل يونغ. الشكل أدناه يمثل منحنى الإجهاد والانفعال لأربعة مواد مختلفة في الخصائص الميكانيكية. أجب عما يلي: أي المواد الأربعة أكثر صلادة؟ أكثر صلادة هي أكبر معامل يونغ، إذن الرقم أربعة هي أكثر صلادة. الفرع الثاني: أي المواد الأكثر مرونة؟ كلما زاد معامل يونغ كلما زاد معامل مرونة، إذن الرقم أربعة أيضا هو الأكثر مرونة. الفرع الثالث: أي المواد التالية تصنف على أنها مطاوعة؟ مطاوعة بمعنى أن هناك علاقة غير خطية. لاحظ عندي رقم واحد، هناك علاقة غير خطية، إذن الرقم واحد مطاوعة. الفرع الأخير: أي المواد تصنف على أنها قاسية؟ المادة القاسية هي العكس الهشة. لاحظ عندي 4 و 3 2 جميعها هشة، والرقم 1 فقط هي غير هشة، إذن هي قاسية. السؤال الثاني: سلك غير مشدود طوله 2 متر L وقطره 2 ملم 2R معلق رأسيا ويحمل ثقل كتلته 4 كيلوغرام M، إذا تسبب الثقل باستطالة السلك بمقدار 0.125 إلى دلتا L، أوجد الإجهاد والانفعال ومعامل يونغ. أولا، الإجهاد سيجما إيكوال F أوفر A، وهنا القوة هي قوة الوزن M في G على A. إذن يجب أن نجد مساحة مقطع السلك A إيكوال باي R سكوير، إذن المساحة تساوي القطر 2 ملم، نقوم بقسمته على 2 يصبح 1 ملم، إذن 1 ضرب 10 أس سالب 3 يجب أن تكون وحدة بالمتر سكوير، ومنها نجد مساحة مقطع السلك تساوي 3.14 ضرب 10 أس سالب 6 متر سكوير. نعوض الآن في الإجهاد، إذا سيجما إيكوال أم 4 ضرب 9.8 أوفر المساحة 3.14 ضرب 10 أس سالب 6، ومنها نجد أن الإجهاد يساوي 1.2 ضرب 10 أس 7 باسكال. ثانيا، الانفعال E equal دلتا L over L. دلتا L هي الاستطالة ومقدارها 0.125 ملليمتر، طبعا نحولها إلى متر ضرب 10 أس سالب 3 على الطول الأصلي للسلك هو 2 متر. إذن الانفعال يساوي 6.25 ضرب 10 أس سالب 5. طبعا الانفعال كما نعلم ليس له وحدة. ثالثا، معامل يونغ يساوي سيجما أوفر إي الإجهاد على الانفعال. نعوض قيمة الإجهاد 1.2 ضرب 10 أس 7 على قيمة الانفعال 6.25 ضرب 10 أس سالب 5، ومنها نجد أن معامل يونغ يساوي 1.9 ضرب 10 أس 11 باسكال. السؤال التالي: الشكل يمثل منحنى الإجهاد والانفعال لإحدى المواد الصلبة. أجب على الأسئلة التالية: أي نقاط المنحنى تمثل نقطة الكسر؟ وأي النقاط تمثل الحد الذي يحدث عنده تشوه للمادة ولا تعود لحالتها الأصلية؟
النقطة التي يحدث فيها تشوه وتناقص مساحة مقطع السلك، وما الذي يمثله ميل المنحنى عند النقطة A؟ أولا، النقطة التي تمثل نقطة الكسر هي النقطة D. النقطة D هي نقطة الكسر. النقطة الثانية، حد التشوه ولا تعود لحالته الأصلية هي النقطة B. النقطة التي يحدث لها تشوه وتتناقص مساحة مقطع السلك هي نقطة C، هي نقطة الاختناق. وميل المنحنى عند A هو يمثل معامل يونغ. نلاحظ أن عند A هي منطقة المرونة، وهنا نطبق قانون هوك، وبالتالي الميل يساوي معامل يونغ. السؤال التالي، في الشكل يمثل منحنى الإجهادي والانفعالي قضيب من الحديد الزهر، إذا كانت مساحة مقطع القضيب هي 1.5 ضرب 10 أس ناقص 4 متر سكوير، احسب القوة التي تؤثر على القضيب عند نقطة الكسر. المطلوب إيجاد القوة. نعلم أن الإجهاد سيجما إيكوال F over A، ومنها F القوة تساوي F وتساوي سيجما ضرب A. الإجهاد عند نقطة الكسر بالنظر إلى الرسم البياني نجد أن الإجهاد هو 180 ضرب 10 أس 6، لاحظ الرسم البياني، والمساحة معطاة عندنا بالسؤال 1.5 ضرب 10 أس ناقص 4، ثم نجد الإجابة وتساوي 27 ألف نيوتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.